السلام عليكم متتبعي قناة مراد بتيل. اليوم بغيت نهضر على ثلاثة ديال الأحداث مهمة. ملي كنهضر على الأحداث كنهضر على الأمة العربية بدون استثناء، رغم الصراعات. ورغم أنا بالنسبة لي سأتكلم عن اللغة، عن الدولة أو الأمة العربية، الأمة الإسلامية. هذه الأمة الإسلامية اللي عندها ثلاثة ديال التظاهرات الرياضية قارية ودولية. فنبدأ بقطر اللي فيها تعلمنا أننا العرب كالجسد الواحد، إذا فرح أحدنا نفرح جميعا، وإذا حزن أحدنا نحزن جميعا. فالنتيجة اللي دار المغرب والفريق الوطني أبانت على أنه كان هناك تضامن عربي وإسلامي. كناش كنتكلموا على المغرب، كنا كنتكلموا على العالم العربي ككل بدون استثناء، رغم ما قيل بدون استثناء. فالدرس اللي تعلمنا من التظاهرة الدولية، بغض النظر على أن تظاهرة دولية واستطاعت قطر أن تنظمها واستطاعت أنها تكون في مستوى الحداثة، والمغاربة شاركوا أمنيا وفنيا وتنظيميا، ويعني وحتى على المستوى الرياضي بالفريق الوطني، ولكن يبقى أننا كنا كجسد واحد نحن العرب، وأبنا على أننا لحمة واحدة. هذا الدرس الأول. أما الدرس الثاني على أنه رغم ما قيل ورغم يعني بعض يعني المناوشات من بعض الدول الغربية لي يعني باش أن التظاهرة ما تنجحش لإفساد العرس الكروي، إلا أنه كان التحدي كبيرا، وفرض عليهم الاعتراف بأن قطر كانت في مستوى الحدث. والدرس الثالث اللي هو مهم، وهو أننا أبنا لأن العرب قادرون على تحقيق المعجزات. ثم نجيو للشام، كيهمنيش انا البلد اللي كان الطمو ولا شكون هو البلد، نتكلم عن بلد عربي. فالشام هو حدث افريقي، فابان هذا البلد العربي على انه قادر يجمع، رغم انه يعني ديك العقليه مش هذا اللي كيهم. اللي كيهم هو ان الحدث في حد ذاته في بلد عربي، في بلد مسلم، وأنه استطاع هذا البلد العربي بكل ما له وما عليه أنه يجمع تظاهرة قارية في بلده وينظمها. وهنا كاين واحد الدرس اللي لا يهمني يعني البلد، ولا يهمني المنظم، ولا يهمني مسؤول هذا البلد وما قاموا به تجاه المغرب، بقدر ما يهمني الدرس الذي يمكن أن نستخلصه من حدث الرياضي، هو أنه هذا الحدث الرياضي أبان بأنها دول لا يهمها الصراع المغربي الجزائري بقدر ما هي مهتمة بالحدث الرياضي، وتحاول نقله متناسية أن هناك حزازات بين بلدين، باش نبينوا للناس باللي أن الحدث الرياضي العالم لا يهمه ما يقع بيننا، لا يهمه. وبالنسبة له هو صراع بين دولتين، صراع، وباللي أن هناك مناوشات بين دولتين، ولكن خصنا نعرفوا لحنا ولهما باللي أننا في حاجة إلى رضع الصف. خصنا نجمعوا راسنا. والحدث اللي غادي يكون في بلدنا المغرب، واللي هو بطبيعة الحال البطولة الدولية للأندية البطلة اللي غيكون في طنجة وفي الرباط، هنا غادي نهضر على الدروس التي يجب أن نستخلصها من المغرب كمغاربة. فالدرس الأول هو أننا قادرون على تحقيق المعجزات وبناء المعجزات وعدم التأخير في البناء، لأننا أردنا أن نبرهن للآخر بأننا قادرون واستطعنا وأنجزنا وكان الإنجاز في مستوى الحدث، ملعب طنجة أو ملعب ابن بطوطة تحفة. من بعد ما ظن الكثير لأنه لا
لن يصل إلى ذاك المستوى، ولن يمكن أنه يكون في مستوى الحدث أو أن يمزج في وقت الحدث. والدرس الثاني أننا استطعنا أننا نسكن ضيوفنا في أماكن يعني فاخرة، أوتيلات فاخرة، وأبرهنا باللي أننا في الأكل أعطيناهم يأكلوا بيديهم وبرجليهم. فإذا نحن في هذا البلد حرام ثم حرام ثم حرام أن يكون عندنا فقير، أو يكون عندنا محتاج، أو يكون عندنا من يسكن في الشارع. بالدرس الثاني، صحيح أن هناك مؤسسة محمد السادس للتضامن ردير اللي عليها، نتضامن مع الناس في الجبال وفي قرى، والناس اللي عندها الثلج والناس اللي محتاجة إتسترا، صحيح، وفي بداية السنة والمحافظ والأدوات وهذا تبارك الله، وهناك جمعيات يعني إنسانية تقوم بهذا الدور. ونتمنى أن في المغرب ما يبقى شي قدر شي واحد يصور شي جانب سلبي في بلادنا، يا ريت. أما الدرس الثالث اللي هو مهم، وهو أنه المغاربة قادرون على أنهم يخلقوا من لا شيء أشياء جميلة وأشياء رائعة وأشياء تبهر العين. وسنبقى نحب مصر، نحب ليبيا، نحب تونس، نحب الجزائر. المغرب بلدنا مفتوح للجميع، نحب موريتانيا ونحب أفريقيا ونحب العالم العربي سواء من الخليج إلى المحيط. نحن المغاربة أناس طيبون، بلاد الشرفاء والأولياء، البلاد اللي نزح إليها العرب فاستقبلهم أهل المغرب بالحفاوة والترحاب كما نفعل الآن في بطولة الأندية البطلة. أحبكم وأعزكم وأتمنى التفاعل الإيجابي مع كل فيديوهاتي. شكرا وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.